المجتمع الذي يعيشون معه، إما لعدم إدراك اللغة، وإما لجرم تلك العقلية المنغلقة من المجتمع الذي جاءوا. ثم الذين جاءوا من بعدهم ولو كانوا جاءوا مثقفين الحمد لله وعند شهادات جامعية وغيرها، إلا أنهم أصبحوا يعانون مشكل آخر وهو مشكل حركي. هذا مشكل، وهو أن كل واحد مثلا جاء بمولود حركي ديناميكي، حينما يعمل لحركته أو لحزبه فهذا كذلك يطبق ويكسر العالم الإسلامي هناك. كذلك من الشق الثالث هو الشاب الذي ازداد هنا، يعني الشباب هذا محتاجين ان الاب يكون متكون ومحتاجين ان رساله في المسجد، ورساله المسجد لا بد كما قال الشيخ دكتور هناك ان توحد بهم وان تفتح لهم المجال. ولو كنت تفضل بين اقاربنا فانظر من حولي، ونحن نعرف في الثانويه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منهم رخصه بالزنا، رخصه لهم بالزنا، كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تعامل مع العامل الذي بايع في المسجد؟ يعني احنا اليوم كأئمة أو كدعاة لو دخل إليك شاب وطلب منك هذا الطلب لا لو وقع ما وقع. الشيخ عبد الرحيم عبد الرحيم إذا قلنا هذا الأمر هذا إذا قلنا هناك ترحيل وهناك والعمل المؤسسة المسجد يكون هناك عمل تكاملي وليس عمل إقصائي. ايش ما قال الشيخ أنني أنا أعمله بخصية خيري، لابد هناك تكامل، لابد أن كل واحد أن كله ميسر لما في القدر، كله يتعامل تكامل وكل بين رسالة الجيل، بين رسائل الجيل التي هي كذلك مقلوبة عنها كبيرة وهي رسالة الشباب، الشباب من سن 15 إلى سن 25. فإحنا غادي نمشيو المساجد كما قاعدة دروس وقاعدة محاضرات أو خطب كتوجد إما شيوخ الكبار وإما الشباب الصغار كيجيو يقراو اللغة العربية القرآن الكريم، والشباب اللي ب 15 سنة حتى 15 سنة أين هم؟ أين هم؟ أين هم هذول في هذه الحالة؟ فين هم الشباب؟ إذا خصنا تو نكون حالين في هذه المسألة هذه ونعملوا فيها. وكذلك هناك لجنة تكون خاصة لإصلاح ذات البين. هالجهل نعاني الويلات في المحاكم ونعاني تشتت الأسر ونعاني، وهنا المجتمع اللي يعيش ينتظرون الفرصة ويتحيزون الفرصة ليأخذوا منا العالم. اضطروا أن فقاش الأم والأب يوصلوا للمحكمة فتنفصل الأسرة وتنشأ الأسرة فيأخذ الأب. علاش أنا كنت نروح للجنة خاصة بالمسجد تسمى لجنة إصلاح ذات البين، وإن شاء الله مشاكل بسيطة يمكن أن يكون فيها إمام المسجد ويكون فيها مثلا رئيس لجنة وكذلك فيحل المسجد هذا قبل أن يكون هناك مشكل، يعني عاويز ويؤدي إلى المحاكم ويؤدي إلى شدة الأسرة. وأخيرا وليس آخر حاجة رحمة الله وسلم المكان اللي الشيخ هاني بنا الشيخ يعني يفتح مرزاه وخيرا كان قد زارنا في قبل سنتين أو ثلاث سنوات هنا، وقد تكلم يعني في محاضرته عن تعامد المسلمين داخل المسجد، كيف يكون حال المسلمين داخل المسجد. وأخذت الكلمة من بعده فقلت له أنت تكلمت عن حال المسلمين داخل المسجد وأنا أتكلم عن حال المسلمين خارج المسجد. خارج المسجد لأن المسلمين الذين يغتابون المساجد يجب ان يكون لهم يعني في الواقع ان يوقع مغايره للذين لا يغتابون المساجد. يجب ان يكون الانسان ان يؤدي رساله، يجب ان يكون صاحب رساله وليس صاحب حوادث، ويجب ان يؤثر. الله عز وجل قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا الرساله التي تغتابها انت خارج المسجد يجب ان تؤدي رساله هذا المجتمع، يجب ان تؤدي النبع هذا المجتمع. المسلم هو كالغير اينما وقع نفع، والانسان أو كما تقول الحكمة حال رجل في ألف رجل أفضل من مقال ألف رجل في رجل. فالإنسان في حاله يجب أن يؤدي بخير كثير ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مدحه الناس مدحه الله عز وجل لم يمدحه بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. اسمع لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
أصاب بها الجرح. والمعلوم أيها الأحبة الكرام والأخوة على كل الإخوان الذين يعيشون معنا في هذا البلد وأصحاب يعني مسؤولون عن المساجد والأئمة المساجد، القضية في الأول والآخر هي قضية أزمة الإنسان، أزمة الشخص، أزمة هذا المسؤول، أزمة هؤلاء الناس. والله الذي لا إله إلا المساجد تأم والمساجد تبكي، لا أقول من يعني مما نعيش فيه، ولكن أقول من ناحية الناس وأعمال الناس وأعمال المسؤولون. فسبحان الله، نحن جماعات نعيش في المساجد وعندنا مساجد، وهذا الكلام الذي تفضلت به يا دكتور كلام جميل ومهم، لكن من أين نأتي بهذا العمل؟ كيف نقوم بهذا العمل إذا كان أغلب مسؤول المساجد لا يفهمون شيئا في هذه الأمور، ليس لهم دراية في أي شيء؟ إذا كان حتى وإن تفضلت تجد أن هناك بعض المسؤولون عنده ثقافة، عنده كذا، عنده دراسة، عنده، لكن تجده بعيد كل البعد عن هذا الأخلاق وهذا التعامل الذي أوصى به ديننا الحنيف، ديننا الإسلام، هذه المعاملات لا تجده. كيف يكون المسجد جذاب للناس وهؤلاء المسؤولون ينفرون الناس؟ المساجد، هذه الجمعيات، جمعيات المساجد هي تحت فدراليات، وحتى عندما نذهب إلى اللقاءات ويأتون هؤلاء الناس المثقفون في هذه الفدراليات ويقولون كلام طيب، كلام معسل جميل، أقول مع نفسي سبحان الله، حبذا لو هؤلاء الإخوان هؤلاء المسؤولون لو قاموا بزيارات في كل شهر، يأتون إلى المسجد ويقومون بتوعية لهؤلاء المسؤولون حتى يحس هذا المسؤول بأنه لا يثق في هذا المكان الذي هو فيه، أن يرفع نفسه عن هذا المكان المتسلط عليه. ليس كل مسؤول، والله يا دكتور، المساجد عندما يضع الإمام الطاولة ليعطي الموعظة أو يعطي الدرس أو تجد كل يخرج، أصبحت عندنا أزمة، أصبح المسلمون يفرون من حلقات الذكر، وهو في الأصل لا يفرون من حلقات الذكر لكن يفرون من الناس. نحن لسنا محتاجون إلى أئمة ليجلس عن الإمام الطويل ويقول كان سيدنا علي وكان ومرت، نحن نريد أن نفهم ديننا حتى أجلس في المسجد، لأن المسجد بالنسبة لي أنا أقول وهو سفينة النوح، أن يقتدني أنا وقتد زوجتي وأولادي، ولا سيما ونحن في هذه الأرض الغربة. لكن أين نجد هؤلاء الأئمة الذين يمكن أن يجذبون الناس؟ تجد الإمام يتكلم في واد والناس في واد آخر، وهذا لا يليق. تجد المسؤولون متشبثين بالإمام، وسبحان الله، لا أريد أن أدخل في هذا المسائل، ولكن ماذا أقول؟ تجد الإمام ما شاء الله عنده علم وعنده، لكن أين الإخلاص؟ والله لا تجد الإخلاص في هذا الإمام. كيف ستدخل وأنت ترى هذا الإمام أعماله يعني تجعلك أنك تنفر ما يقول هذا الإمام، وكذلك المسؤولون. وهذه أزمة ليست أزمة مال أو أزمة الإنسان. كيف نعالج هذه الأزمة الإنسان؟ حبذا هذا الكلام الذي سمعناه من الدكتور هو كله كلام جميل، وكله يصب فيما نعيش فيه من أزمات في وسط المساجد، لكن حبذا لو أتانا مثل أخ بدوني، مثل أخ حول اللي عندهم يعني كثير من الجلسات وكثير من اللقاءات وعندهم يعني فهم هذه المسائل، حبذا لو يأتي في كل شهر إلى مسجد أو في كل أسبوع إلى مسجد ويوعي الناس ويقول نحن بحاجة إلى كذا ونحن بحاجة. والله إن الدكتور محتاج إلى أشياء كثيرة، لكن أين علاجها؟ نحن سنتكلم وتكلمنا وسنغادر هذا المكان، وبعض الإخوان سجلوا لقاء، لكن أخير ما في الأخير، ما هي المنفعة من هذا الكلام؟ ما هي المنفعة؟ والله
كنت في أحد المساجد أؤدي الخطبة، خطبة الجمعة، فإذا بالرئيس، والرئيس أبوه إسباني، أبوه مغربي وأمه إسبانية، فجاء عنده البوليس يعني الأمن وقال له: والله يا أخي هذه الجماعة جماعتكم لا نعرف ماذا يفعلون في هذا المسجد، يدخلون كالفئران ويخرجون لا نفهم ماذا يصنعون فيها، وهذا ما تفضلتم به. نحن كجماعة إسلامية، كل جماعة إسلامية في كل مدينة، لماذا لا تشارك في أفراح هذه المدينة؟ لماذا لا تكون معهم في كل، عندنا الحمد لله عندنا ثقافات، المسلمون عندهم ثقافات، لا سيما ونحن مسلمون في كل مسجد تجد هناك تونسي وهناك جزائري وهناك بنغلاديشي وهناك باكستاني، عندنا ثقافات متعددة، لا بد أن نشارك مع هؤلاء الناس، لا بد، لكن للأسف تشتكي الجماعات ونحن تجد مشاكل كثيرة عندنا مع البلديات ومع الأمن، لماذا؟ لأننا لسنا على اتصال معهم، لسنا على تواصل معهم، لا يعرفون شيئا عنا ولا نعرف عنهم شيئا. فأين هو الإسلام؟ الإسلام دين التواصل، دين النخاء، دين المحبة، دين التعاون، دين هكذا. لكن الأزمة، كلمة الأخيرة حتى لا أطلع عليك الكرام الدكتور، كلمة الأخيرة هي أننا حبذا لو يعني وجدنا من يأخذ بيد الناس، من يأخذ بيد الجماعات، والله كل هذا الكلام طيب، لكن على أرضية الواقع لن يكون هناك ما دام هناك عقليات أكل عليه الدهر والشر، وهذه هي الضربة الكبرى والاستثناء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. على خاص دقيقتين ثلاثة كذا. جزاك الله. أنت قلت شيء عملي احنا عملناه وذكرته عشان خاصة الدور. النهارده مجتمعين، انا ما اعرفش كم مسجد موجود النهارده، لكن بعد بغض النظر ممكن الشيخ يعمل لقاء بعد اسبوع او بعد 10 ايام معاكم كمجموعه، مش كلكم موجودين، كيف نضع هذه الصوره بطريقه عمليه؟ مش مهم يكون موجودين اكثر، ان شاء الله يكون اربعه او خمسه او سته من المساجد يبداوا على اتفاق على مشروع بسيط عشان نبدا المسيره اللي بنتكلم عنها دي، سواء كانت المسيره دي في المواطن او المسيره دي في شخصيه ابنائنا او المسيره دي في انتماء ابنائنا وزوجاتنا الى فرق المسجد او كل هذه الاشياء، بس نقعد نتكلم مع بعض. ما بيجي لك واحد زي حالاتي انا او غيره بيتكلم كلام حلو وبعدين بيمشي، طب احنا هنعمل ايه بعد كده؟ ما هو الامر لابد انت تمسك الخيط ده بايدك بعد كده. مش مهم ال 100 مسجد اللي موجودين في برشلونه او ناس مسجد نبدا بخمسه زي كل التاني، نجتمع كل اسبوعين او كل شهر عشان نعمل صوره لواقع المجتمع ان احنا عايزين نساعده من خلال المشاكل اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي اخونا اتكلم عنها واللي اخونا في الاخر كلكم عارفين المشاكل. اول نقطه في هذه المشاكل هي نقعد مع بعض عشان نحدد خريطه الطريق، وخريطه الطريق تبدا بخطوه وتبدا بمشروع بسيط، ما تبداوش بحاجه كبيره تقولوا هتغير بيها الدنيا، مش هتغير الدنيا كلها. تبدا بان انا واحد عندنا خمس مساجد او سبع مساجد مع بعض نخلق بعضنا البعض. مش كنا قاعدين مع بعض وانا ابص للشيخ عشان هو يبقى رئيس او ده رئيس او كده، لا احنا بس لما نقعد عملنا احنا مؤتمر في بلد ما في مصر. في اول شيء في المؤتمر ده مع الجمعيات قيل لكل جمعية إذا كنت صغيرة أو كبيرة انسى الشعار بتاع خارج المؤتمر، انسى اسمك بره، عندي أنا بتتكلم عن مؤتمر لوطن، حط خريطة الوطن قدامك وركز عليها، ما تتكلمنيش عن الجمعية بتاعتك، اتكلمني عن ماذا يريد هذا الوطن منه، نريد أن نبني وطن، نريد أن نبني مجتمع، نريد أن نبني ثقافة معينة، كل واحد فينا بيخش ها بيمثل سعي الجمعيه بتاعته، لكن بنتفق على فكره واحده وتبدا خريطه كره الطريق دي تكبر تكبر تكبر. لما هننجح كخمس او ستة او سبع مساجد هتلتقي بين بعض المساجد القريبه مننا في الفكر، لكن احنا كل شويه بنتكلم عن تشخيص المرض مش شخصناه، يبقى نتكلم عن وسائل وخطوات علاج المرض بنت ليه؟ لان ساعات لما نيجي نعالج المريض بجرعه كبيره جدا بنقتله، صح؟
بعد ما تديله 5 ملي جرام تديله 100 ملي جرام خلاص ما يتحرك. فلذلك انا اقول يا مولانا كلكم تتفقوا على يوم يكون عندكم انتم واتساب جروب ولا الايميلات بتاعتكم تتفقوا نجتمع نتكلم ماذا نريد. وبتاع انتم خدوا زمام الامر بايدكم. سيبوك بقى من الايه بتاع الائتلافات اسمها ايه؟ المفاضيات ولا الفدراليات. اعملوا حاجه ما حدش قال لكم ما تقعدوش مع بعض تتكلموا مع بعض، حد قال لكم؟ اقعدوا انتوا اعملوا حاجه. اعملوا مشروع من 5 6 مساكن. اعملوا مشروع من 5 6 مساكن خلاص. والله يا دكتور في 2010 او 2011 قمت ببادره بفضل الله ومني في جمع يعني جمعيات على حسب البايس عندنا على اساس اننا يعني كما تفضلتم يعني هم الهم واحد كيف نعالج هذا الهم وكيف وكيف وكيف. وبعض اخواننا راهم كانوا حاضرين معنا في هذه اللقاءات. في اول يعني لقاء سبحان الله حضر تقريبا 9 أو 10 يعني جمعيات. في اللقاء الثاني حضر 7. في اللقاء الثالث حضر 4 حتى اصبحنا 4. ورغم يعني هذا الأربعة حتى في الاخير لم يبقى احد. هنحاول ثاني. والله شوف 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 المثل الشاعر يقول لك قرات الباب حتى كلمتني ولما كلمتني كلمتني في الاخر كلمتني خلاص لازم يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر مش كان بيروح لمين؟ مش كان بيروح لسيدنا بلال كل يوم بالليل عشان يدعي بالاسلام؟ لازم نبدا ونتعب لازم نبدا ونصبر لازم نبدا ونفشل وبعدين نبدا تاني ونهدم مفيش فايده لان طريق الدعوه زي ما قلنا صعب مفهوش ورود ورايحين لازم تفضل يا اخي عشان بس كنا صلاه فاتفقوا انت معاهم ابعت لهم دعوه من غير بسكوت لا وانت موجود معاهم كثير ان شاء الله ان شاء الله. واتمنى ان بعد اسبوعين يكون عندكم الاجتماع ده ونمشي مع بعض فيه ما عنديش مشكله بس اسيبكم يبدأ تفضل. تحية للدكتور برهان صلى الله عليه وسلم يبارك في صحته. الطالب برهان هادي طالب جامعي في برشلونة. عندي سؤال لشيخنا المباشر صراحة المتتبع لسيرتك ولعملك التطوعي وهو في حد ذاته ذهب يجد أنك منذ سنوات مضت استلمت المشعل لمن يقوم بأن الإنسان في هذه الحياة يقدم في الميت فرصة أن لا يستطيع أن يقدم أكثر فيعطي المشعل لغيره. نجد في ألمانيا ميركل 20 سنة وهي تقود الدولة وصلت لمرحلة أنها أعطت المشعل لغيرها لأنها لم يقع عندها ما تقدم. فكيف تفسر هذه الفلسفة حتى تكون عند المسلمين خاصة الذين يتشبثون بالمناصب ولا يدعون الشباب ليقدموا ما عندهم من طاقات وورد الله فيهم شكرا. شكرا. الامر فيها الشخص المتشبث ده عنده مرض. مرض نفسي يعني مش قادر لابد الداعيه يربي. لابد. الداعية لما يستطيع أن يربي جيل وهو موجود يبقى داعية فاشلة. ممكن أنا أسيب منصب التنفيذي أعمل منصب استشاري. تاني يعني متذكر أنا لغاية سنة 14 سنة تقريبا ما وقفتش كعضو مجلس شرعي يعني ما وقفناش عن العمل وبدأنا نعمل جمعيات أخرى بتقوم بشيء تاني مختلف زي التنسيق والتأهيل وعملوا عمل وبدأنا مؤتمرات إلى آخره. أخبر حضرتك؟ لكن بطلت العمل الإغاثي. لكن الحمد لله دلوقتي في مئات
من الجمعيات الاثريه الموجوده في اوروبا وامريكا. كنا احنا يمكن اول واحده في 84 بدات. وده ليس يعني نقول احنا احسن ناس، لا. فانت اجد لك دور اخر. لكن وانت رئيس الجمعيه اعرف من اول يوم عليك انك تربي جيل معاك. العمليه مش رزق، الرزق هيجيبه ربنا سبحانه وتعالى. العمليه انها رساله زي ما اخواننا اتكلموا قبل كده، ده العمل ده كله رساله. ففي الرساله لابد ان تجعل من حولك يؤمنوا بما تقول. في وجودك او في عدم وجودك. وده التحدي الكبير. وهي السلطه والسلطات، اللي ياخد الاداره على سلطه وسلطان بيموت، مش بيموت يعني جسديا، بيموت فكره ووجوده وهو موجود. لان بلا مش حد بيجيب مسجد. طالما الشخص ده هو انا موجود في المسجد ماشي رايح. فهمت كده؟ نفور. ينفروا من الشخص نفسه، من رأيينه، لكن ده مرض عندنا كلنا، بنفسنا ما سواه والهمك في شراه وتقواه. التواضع وخفض الجناح، والتاني اسمه ايه؟ و اللي هي يا رب لابد، وده حتى في الاجتماعات، ان يتنازل كل منا عن جزء من شخصيه مؤسسته الاعتباريه، والا لن نستطيع قضاء الامر. لابد اللي ما يعرفش يتنازل لا يعرف ان يكون. خلصنا. انا ممكن اعطيك بس خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الله الشيخ الله بعد الغدين بعد صلاة الظهر إن شاء الله يوم الأحد الآن رويت الله إن شاء الله الرحيم. وبعد الأذان إن شاء الله رايحين نتغداو. وأنتم إن شاء الله رايحين نتغداو. بعد الصلاة. الصلاة الصلاة. الصلاة إن شاء الله رايحين نتغداو. وبعد إن شاء الله يمكن صلاة إن شاء الله العصر. لي صار ما صعب ان شاء الله حتى يفوز بالعرس ان شاء الله. جزاكم الله خير. بالنسبه ان شاء الله باذن الله عز وجل نستطيع وجود مستوى